الزردي اهو، ادي التشتيت على طول. مره تانية محمد شريف يجيبها للدراويش، شريف عايز يروح بيها يلعبها، تتشال على طول الكره ترجع على صدره على طول، الاستلام هنا من عمار بن ساسي، تسقط تلاقي شاكر البرجاوي، البرجاوي يلعبها على طول واحد عند حضريه، حضريه تسقط له يستلم كاريكازي، لسه الكره معاه، حطها في المساحه الراجل للغير مراقب تماما عمار بن ساسي، ساسي لسامح عبد الفضيل، هات وخد، مش هيلحق مش هيلحق مش هيلحق، وفعلا الراجل ملحقش وتطلع لخارج الملعب ضربه مرمى، تتلعب الكوره عند عمار بن ساسي، بن ساسي طول واحده ممنوع الخطه في مباراه قلب الزرد، ممنوع الخطا حتى يحافظ البنزرت على هذه النتيجه ان لم يدعمها باهداف اخرى، وبيمكن عربي جابر على الشاشه لتنفيذ التماس مكان عيون المشاني، بن عمار ترسل له كره من كاريكازي ويمرر اللي ضيع يخطئ، هذا قانون الكرة، تمريرة ذكية من عمار بن ساسي، حسن الحرباوي وجه لوجه وبلمسة واحدة يغلط زياد الجبال. الحجم الكبير في بنزرت، ثم لاعبين آخرين كذلك على باك الاحتياط ونرجع لهم مع تقدم الوقت الانطلاقة باليمين. Let it go. Let it go. Let it go. حمزه المثلوثي، عمار بن ساسي، عمار بن ساسي، عمار بن ساسي يرجع لكمال زعيم، ثم عمار بن ساسي ما فماش مخالفه، ما فماش مخالفه، التعاطف والاستحسان وكذلك التشجيع من الجماهير الرياضيه، كره لحمزه المثلوثي، اخراج الكره من مناطق البنزرتي، عمار بن ساسي يدور يمشي للرواق يراوغ ويحتفظ، حمزه المثلوثي يرفع هذا برجابي حذر، ثم تصويبه وجانبي جاني يرفع الاعاده التحذير برجابي، ثم محمود سان والتصويبه الاخيره من عمار بن ساسي مرت بجانب الاخشاب، ضاعف على هجوم البنزرتي والمهاجم يعني الكره يسترجعها فمش مخالفه، عمار بن ساسي، عمار بن ساسي ولا مخالفه لهجوم البنزرتي. خلف الشمال يهاجم دائما امام فريق العبادي، لا ترجع كرة عمار بن ساسي على 18 متر، عمليه خطيره ما زالت العمليه متوقفه، خط الدفاع ونجح بالكرة عماد المنياوي يلقى المساند والتسديد ترجع محمود سعد، محمود سعد، محمود سعد يلعب كرة على اليمين عمار بن ساسي، عبد السنوسي ترجع مرة أخرى محمود سعد يوصلها لعمار بن ساسي، عمار بن ساسي، محمود سعد، محمود سعد تبع في خط، تبقى الكرة اليمنى وجمعة خليج يوزع وعمار بن ساسي متمركز كما يلزم ورأسيته في شباك خميس الثامري ويعدل النتيجة هدف لهدف. أصح
عمار بن ساسي في أول عملية يفلت خلالها من الرقابة يتوصل إلى التعديل دقيقة 44 ويسجل بالجولة الثانية على التوالي، وهو أول هدف يقبل الحارس سامي هلال بعد 476 دقيقة. عمار بن ساسي يحاول لكن في الأخير تخرج كرة ركنية. يتمكن من زرع البسمة على شفاه المحبين على أثر إمداد كرة من فريق الشاوش يتجاوب مع رأسية عمار بن ساسي اللي غلط بذكاوة فنية ممتازة الحارس متعلق نعيم الثوثي. الأربع دقائق المتبقية من اللقاء لم نسجل فيها أي فرص خطيرة، ولتأكد فيه انتصار المكارم الثمين على جمعية ريانا هدف مقابل صفر. لعبنا ضد مونيه ثم تبادل كروي بين اشرف عباس وعمار بن ساسي، يراوغ يدخل المنطقه يتدخل معها المدافع يسقط والمطالبه ضرب جزاء، لكن الحكم يؤمر بمواصله اللعب. الكره ترجع في هجمه معاكسه للمكارم، يقودها عمار بن ساسي يمرر كره في العمق في اتجاه اشرف عباس، بدوره يمرر في اتجاه مهران بابا خالي من الرقابه يسجل هدف التعادل. رد دقيقه 90 أبناء المكارم يلعبوا الكل في الكل. عمار بن ساسي يتحرك داخل منطقة الجزاء، وعلى إثر العملية أمير عياجي يعلن عن ضرب الجزاء. عمار بن ساسي ينجح في مغالطة الفضلاوي وتعديل نتيجة 2-2. أبناء سبورتينغ أخرج من مناطقه، وفي دقيقة 60 وعلى إثر خطأ في محور دفاع الاتحاد ينجح المهاجم عمار بن ساسي في إمضاء هدف التعادل. أتي هدف التعديل مكارم المهدية في تنفيذ الركنية نادر محدين، علي سليمان يصوب، وفي الاستقبال عمار بن ساسي. مذيع وعمار بن ساسي على مستوى القائم الاول ينجح في مغالطه الحارس بشير بن سعيد واعطاء اسبقيه فريقه في المقابله. 1-0 السيناريو الافضل للمدرب حسن الوسليتي مع انطلاقه اللقاء. ثلاثي في ثلاث مناسبات بين عمار بن ساسي الحارس الجلاسي دفاع اتحاد سليانه، ينجح في نهايته من وضع حد لمسلسل الاخفاق الهجومي اللي لازم زملائه. عمار بن ساسي وزع وسليم دمق يعجز عن مباغة الحارس أنيس جلاسي. مهدي بن حسين محمد السيد الكردي يعلن عن وجود ضربة الجزاء. عمار بن ساسي في التنفيذ ينجح في تسهيل الفارق. فيصوب كرة أرضية والقائم الأيسر يتعاطف في المرة هذه مع حارس المكارم عروس. دقيقة 90 مع 5 مخالفة للمكارم، عمار ساسي ينفذ جدار الدفاع. كارم أحسن الوسادي في حيرة، يقعم سيف الدين العياري لتدعيم الخط الأمن. تغيير عطاء أكلو وعمار بن ساسي يدل الفارق ويرجع الأمل للجماهير في دقيقة 52 دقيقة. بعد ما اعتبر الحكم أسامة رزقالة لمسة يد على عبد العزيز غبارو وأقصاه من الميدان. وفي دقيقة 23 تحصل أبناء المهدية على ضرب جزاء أنجح في تحويل هدف عمار بن ساسي. نفس اللاعب أهدر فرصة مضاعفة أن مسدد وكورته بصعوبة خرجها الحارس للركنية.